بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة السادسة من المحور الثاني. في هذا الفيديو سنتعرض إلى مثالين تطبيقيين لحسابات الشد والضغط. نبدأ بالمثال الأول example 1، وهو تطبيق على الضغط وحسابات الضغط. المعطى هنا a hollow shaft for a hollow circular tube of aluminium supports a compressive load of 240 kilonewton with D1 internal diameter equal to 90 millimeters and D2 external diameter equal 130 millimeters. This is D1 and this is D2. هنا اللود 240 kilonewton. أيضا معطى ال original length، الطول الأصلي للسوليد. طبعا نوع التحميل هنا هو ضغط compression، ينتج عنه shortening. الشورتنج هنا معطى بقيمة 0.55 مليمتر. السؤال هو determine the stress and the strain. لحساب stress نحتاج في القانون force على area. الفورس معطى، باقي الاريا. المساحة المضغوطة هنا هي مساحة ال hollow circular tube، هذا المجوف، هذه المساحة. المساحة هذه كم تساوي؟ تساوي مساحة الديسك الكبير ناقص مساحة الديسك الصغير، وبالتالي A تساوي، القانون معروف، باي على 4 D1 تربيع ناقص D2 تربيع الناتج. الحسابات تعطينا طبعا، لابد في الحسابات أنه تفاديا للخطأ كل رقم جنب الوحدة، فهنا الناتج يكون بنيوتن على مليمتر تربيع، يعني ميجا باسكال. عندك خيارين، إما أنك تكتب compression جنب الرقم الموجب، أو أنك تكتب بالسالب، سالب 34.7 ميجا باسكال، لك الخيار. بالنسبة للسترين، إبسيلون تساوي دلتا L على L. الدلتا L معطى 0.55 مليمتر، الطول الأصلي معطى، يكون السترين يساوي 550 ميكرومتر على متر. المثال الثاني معانا circular steel rod of length L and diameter D hangs and holds a weight W at its lower end. معانا هنا W. السؤال الأول find sigma maximum of the rod included its own weight، يعني مطلوب حساب السيجما ماكسيموم مع الأخذ بالاعتبار ثقل الرود نفسه. F maximum تساوي W اللي هي الحمل هذا زائد W not اللي هي ثقل الرود نفسه. طبعا الرود بيكون إيش عندنا هنا؟ بيكون عندنا W not حقة الرود تساوي الجاما ضرب الV. طبعا معنا الجاما اللي هي الويت دانسيتي معطى في السؤال الثاني، والV هو الفوليوم، الويت دانسيتي جاما الويت دانسيتي تبع الماتيريال المصنوع منه الرود، والV هو حجم هذا الرود، وبالتالي يساوي الF max تساوي الويت W زائد الويت دانسيتي جاما ضرب الفوليوم اللي هي الكروس سكشن اريا ضرب اللانث، وبالتالي سيجما ماكسيموم تساوي اف ماكسيموم على اي تساوي دبليو على اي زائد الويت دانسيتي ضرب اللانث. بالنسبة للسؤال الثاني، الويت دانسيتي جيفن معطى 77 كيلو نيوتن على متر كيوب، وهذا تبع الستيل. لحساب السيجما ماكس يكفي التعويض هنا، لانه ال معطى 40 متر، القطر معطى 8 مليمتر، والويت معطى 1.5 كيلو نيوتن. يكفي التعويض في المعادلة اللي حصلناها بالسابق، فيجي معنا السيجما ماكسيموم يساوي 1500 نيوتن W تقسيم باي دي تربيع على 4 اللي هو الكروس سكشن اريا A زائد الويت دنسيتي جاما ضرب اللانث. بالنهاية نتحصل على السيجما ماكسيموم تساوي 32.92 ميجا باسكال.